في كل مكان، ومكملين معاكم من معسكر النادي الأهلي في إسبانيا والحوارات الحصرية على قناة الأهلي، وأيضا بنطمن على كل بعثة النادي الأهلي لاعبين ومدربين. معنا يعني أحد أهم المدربين أو الأشخاص الموجودين حاليا في بعثة النادي الأهلي هو المدير الفني للنادي الأهلي مستر مارتن مسعودي. هنتكلم معاه في كل الأمور الخاصة بالفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، وأكيد كلام مهم عن المعسكر وعن رؤيته الفنية لمباراتي المقاولون والزمالك. في البداية طبعا مستر مارتن برحب بحضرتك على قناة الأهلي، وعايز أعرف رأي حضرتك في المعسكر بشكل عام. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con vosotros. Bien, ha sido muy buena. El lugar es muy adecuado para una concentración, estamos muy tranquilos. Se come muy bien, se descansa muy bien. Los campos de fútbol están en buena condición. Están muy cerca del hotel. بما ان احنا اتكلمنا على الماتشات الوديه، هل مستر مارتن لاسارتي كان عنده رؤيه فنيه في اختيار المباريات بالتدريج من المستوى الاقل للاقوى للاقوى، ولا هي دي كانت الخيارات المتاحه علشان خاطر اكيد الجمهور عايز يعرف، واكيد فتره اعداد وبالتالي الامور كلها تكون واضحه للجمهور؟ انا ما اخترتش المنافسين في الماتشات الوديه، ولا ده انا ما اخترتوش، لكن اللي انا طلبته فعلا ان هو يكون بمستويات متدرجه من الاقل للاعلى. Pero bueno, nos hubiera gustado jugar con algún equipo un poquito rival un poquito mejor. لكن كان كان من مطالبنا ان احنا نلعب مع منافس يكون قوي شويه. هل مستر مارتن لاسارتي من خلال اللقاءات الوديه ومن خلال التدريبات اللي كانت شاقه جدا في الايام الاخيره، هل مستر مارتن لاسارتي قدر يحط ايده على التشكيله او التكتيك المعين اللي ممكن يقدر يلعب بيه مباراه المقاولين والزمالك اللي هيكونوا مهمين جدا في مشوار حسم بطوله الدوري المصري الممتاز هذا الموسم؟ Sí, bueno, fundamentalmente ponerlos a todos en estado físico importante, bueno. طبعا احنا حطينا كان هدفنا ان احنا نوصل بالجانب البدني للاعبين لاعلى مستوى. Tener a todo el mundo preparado. ونجهز نعد اللاعبين كلهم. A la vez también hay otros objetivos, mirar a algunos más jóvenes. بالاضافه الى مراقبه بعض اللاعبين الشباب. Darle la oportunidad a algunos jugadores que estuvieron lesionados. واعطاء فرصه لبعض اللاعبين اللي كانوا مصابين. Pero bueno, evidentemente nuestro punto de mira, nuestro objetivo. لكن هدفنا الاساسي está en los dos partidos que vienen. هو الماتشين المتبقين من السيزون اللي فات. Vamos a jugar algún amistoso más en el Cairo todavía. هنلعب ماتش ودي تاني في القاهره. Antes del primer partido, digamos. قبل ماتش المقاولين ان شاء الله. وصول الدوليين، يمكن الدوليين وصلوا امبارح، لكن العدد يعني او عدد الايام اللي هم هيقعدوا فيها عدد ايام قليل، لكن هل مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني والاداري هل كانوا حريصين على انهم يكونوا موجودين حتى لو لايام قليله، لكن علشان يبداوا بعامل نفسي جيد ان هو مستر مارتن لاسارتي هم جايين من خساره، جايين من خروج منتخب مصر في بطوله افريقيا، وبالتالي هنا بقى عامل نفسي مهم جدا، هل مستر مارتن لاسارتي هيشتغل على الموضوع ده ويبدا ان هو يعد اللاعبين نفسيا ايمن اشرف والشناوي وليد سليمان ومروان محسن قبل اللقاءين اللي جايين؟ Yo creo que lo de la recuperación psicológica es relativa. انا اعتقد العامل النفسي يكون نسبي. Son en todos casos jugadores con experiencia. لاعبين ذوي خبره. El fútbol tiene eso, uno lo gana siempre. والكره عامه مش دايما بنكسب. Y ahora con este grupo. لكن مع المجموعه دي. Ellos tienen la oportunidad de ganar algo. Todos tenemos la oportunidad de ganar algo. الفريق مع الفريق بتاعنا هيكون عندهم y cambiar rápidamente, la situación. وتغيير الوضع. Y por poco que puedan hacer. Por poco que puedan hacer. وباقل شيء ممكن يعملوه. Era bueno que estuvieran con todos sus compañeros. مهم جدا كانوا يكونوا مع بقيه الفريق. Porque nosotros ya, bueno, a partir de aquí vamos directo a los partidos, ya nuestra mente está en los partidos. لان من هنا هنبدا نتجه بتفكيرنا للماتشين المتبقيين.
مستر مارتن دلوقتي الوضع بقى مختلف بالنسبة له، بقى في إصابات قليلة بسم الله ما شاء الله، عدد اللعيبة بقت فيها اختيارات أكتر، وبالتالي عنده اللقاءين اللي جايين، أعتقد أنه هو كل اللعيبة متاحة بالنسبة له. هل ده بيشكل مشكلة بالنسبة لمستر مارتن لصارت في الاختيارات، ولا ده بيدي قوة وتنافس بين اللعيبة بينها وبين بعض وبيديله يعني ارتياحية في أنه هو يبدأ يختار في كل المركز اللاعب المناسب اللي هيلعب المباراة؟ nosotros primero tenemos dos partidos para jugar. مبدئيا احنا عندنا ماتشين نلعبهم. Y queremos contar con todos los jugadores. وبنعتمد على كل اللاعبين. Que participaron para conseguir esto. اللي هم شاركوا بالوصول ده. Eso es la primera parte. ده أول جزء. Una vez que terminen estos dos partidos. أول ما ننهي الماتشين المتبقيين من veremos qué hacemos. Si tenemos que hacer alguna هنشوف ايه algún ممكن jugador de repente vaya a préstamo. هنشوف مين اللي ممكن يطلع إعارة. Quizás algún jugador tenga que ser vendido. أو بيع بعض اللاعبين. Eso ahora no lo sé. ده لسه مش عارف. Lo único que me importa ahora son los dos partidos. لكن اللي أنا مديله أهمية قصوى هو ماتشين المتبقيين. Y jugando más o menos minutos. لاعب دقائق أكثر أو أقل. Todos esos jugadores estuvieron involucrados. كل اللاعبين كمشترك في ده في اللي احنا ولازم نكون مع بعض حتى النهاية. مستر مارتن احنا فتحنا اللعيبة المعارة وفتحنا ملف اللاعبين، عايز اعرف منه هل ممكن مستر مارتن لاسارتي فكر في تدعيم النادي الاهلي السنين الموسم القادم ببعض المراكز اللي هو محتاجها، ولا ده ايضا تحت بند انه لسه الموسم ما خلصش وفي نفس الوقت هو محتاج يقرر اللعيبة اللي هترحل علشان يحدد المراكز اللي هو محتاجها؟ هل ده مرتبط بده ولا مستر مارتن في دماغه محدد المراكز اللي هو محتاجها للتدعيم في الموسم القادم؟ sí pero ahora sí sí pero nuestro objetivo ahora لكن هدفنا حاليا y los dos partidos هو الماتشين المتبقيين. yo no voy a hablar ahora de los que se van no se van انا مش هتكلم sería ridículo دلوقتي على مين اللي هيمشي ومين اللي هيروح. no انا مش هو دلوقتي المناسب ان انا اتكلم على مين اللي هيمشي ومين اللي هيروح. بطولة الدوري الموسم ده كانت صعبة جدا، هل مستر مارتن لاسارتي شايف ان الدوري الموسم ده مهم بالنسبة له في مسيرته التدريبية في السي في بتاعه ان هو يكون حقق بطولة الدوري مع النادي الاهلي ومن خلال مباراة المقاولين والزمالك، ولا شايف بطولة الدوري الموسم ده هتبقى عاملة ازاي؟ Y lógicamente nosotros llegamos aquí احنا وصلنا هنا el equipo estaba 17 puntos atrás del primero كان فريقنا 17 نقطة أقل من متصدر الدوري o sea que el equipo hizo mucho por conseguir estar donde está الفريقنا عمل كتير جدا عشان يوصل للمكان اللي هو فيه no hay nada conseguido لحد دلوقتي ما وصلناش لحاجة pero lógicamente le tenemos mucha ilusión لكن بنتمنى ان احنا نوصل لده como grupo كفريق y para uno lógicamente sería muy importante كحلم شخصي. لو سألته على مستوى لاعبي منتخب مصر اللي موجودين من الأهلي مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا الأربعة سواء الشناوي أو أيمن أشرف أو مروان محسن أو وليد سليمان في الوقت اللي كانوا موجودين فيه ولعبوا فيه، ممكن يكونوا الأربعة في منهم شارك في بعض الأوقات في منهم ما شاركش، لكن بشكل عام عايز أعرف رأي مستر مارتن لاسارتي في الدوليين المشاركين مع منتخب مصر. Bueno, todos han tenido una participación distinta. كلهم شاركوا بطريقة مختلفة. الشناوي أيمن ha jugado seguido. الشناوي أيمن لعبوا أكثر. مروان ha jugado bueno algunos partidos y otros no. مروان لعب ماتشات وما بعض الماتشات. سليمان ha jugado algunos minutos. ووليد سليمان لعب بعض الدقائق. Yo creo que en los cuatro casos son muy buenos futbolistas. أنا أعتقد إن هم لاعبين مميزين جدا. Y bueno, son unidades dentro de un equipo, ¿no? لكن هم أفراد داخل فريق كبير. Hubo alguno de ellos que tuvo un destaque muy muy importante. لكن en el caso de Al-Shenawi احدهم كان لي تميز خاص si bien Egipto no estuvo bien وبفضله كان الاهلي كان مصر Al-Shenawi estuvo muy bien جيد Al-Shenawi كان جيد جدا y Ayman jugando en una posición que diferente a la que juega con nosotros وايمن كان بيلعب في مركز مختلف عن المركز اللي بيلعب فيه معنا cumplió وانا اعتقد ان هو نفذ واشتغل في المركز en el caso de Marwan y Soliman jugaron menos مروان وسليمان لعبوا اقل منا. يعني مستر مارتن لاسارتي اول سنه يبقى موجود في مصر وبالتالي اول مره يلعب على بطوله الدوري المصري او اول مره يشارك في بطوله افريقيا، هل الموسم ده هيسهل الماموريه على مستر مارتن لاسارتي خلال الموسم اللي جاي سواء في بطوله الدوري او في افريقيا علشان يكون اخذ بعض الخبرات اللي تساعده؟ واحنا زي ما احنا عارفين ان لما مدير فني يكون موجود في منطقه جديده في قاره جديده في الاول الموضوع بيكون مش سهل، لكن مستر مارتن لاسارتي
يعني أكد أن هو متصدر بطولة الدوري وقادر أن هو يقود الأهلي إن شاء الله إلى بطولة الدوري. La experiencia, uno puede estar vivir toda la vida. ممكن واحد يعيش العمر كله. Y ganar poca experiencia. ويكتسب خبرة قليلة. Pero siempre tiene que tratar de aprender. لكن دائما بنتعلم من الماضي. Yo estoy, digo, a mí me ha tocado ganar, por ejemplo, como jugador. أنا كسبت كلاعب. La Copa América de jugadores de equipos, por ejemplo. América. Que es una competición muy difícil. ودي كانت منافسة صعبة جدا. Tan difícil como la Copa de África. أعتقد إنها نفس الصعوبة بتاع. Nosotros hemos vivido en África algunos momentos. De los que tenemos que aprender para el futuro, el entrenador y los jugadores, todos. En la liga, la verdad lo hemos hecho bien, por lo menos en el periodo nuestro, ¿no? Creo que hemos hecho casi el 90%, el 80 y tanto por ciento de puntos obtenidos. Ojalá que lo podamos terminar bien, ¿no? أكيد مستر مارتن لساتي عارف أن جمهور الأهلي بيحب البطولات بشكل عام، وبالتالي النادي الأهلي إن شاء الله في الطريق إلى إحراز بطولة الدوري، لكن بطولة الكاس هي بطولة أيضا مهمة لجمهور الأهلي. مستر مارتن لساتي أيضا يعني إزاي بيستعد أو إزاي بيفكر في بطولة الكاس؟ أنا عارف أن التركيز حاليا في بطولة الدوري، لكن هل بيشغل تفكير مستر مارتن لساتي في الوقت الحالي بطولة الكاس وكأس السوبر المصري؟ دي أفريقيا دي تسلندو لا كوبا كوبا. Sí, lo que pasa es que después va a pasar casi un mes después que termine. Creo que son 25 días, una cosa así. Entonces, sí, pienso, pero acá lo que pienso son los dos partidos. Después veremos. Para un equipo como el Ali, todo es importante. La Copa, la Liga, África, todo es importante. Es lógico. ده شيء طبيعي جدا. هل مستر مارتن لساتي عمل حسابه في البرنامج اللي هيبدا بيه بعد نهايه الموسم الحالي، بما ان الفتره ما بين لقاءات الكاس والدوري هيكون ايام يعني ايام مش كتيره، وبالتالي اللعيبه هتاخد راحه وبعد كده يرجعوا تاني علشان يعملوا زي فتره اعداد، هل مستر مارتن لساتي بيفكر في كل الامور دي ولا برضه هيفضل مركز في ماتشات الدوري وبعد ما ماتشين الدوري يخلصوا يبدأ ان هو يفكر في البرنامج الخاص الذي يعني هيستعد بيه او سوف يستعد بيه للقاءات الكاس الجايه؟ Sí, nuestra idea es continuar, es una suerte de continuidad la pretemporada. فكرتنا ان احنا نستمر بفتره الاعداد في القاهره. Es una pretemporada diferente, distinta. هي فتره اعداد مختلفه تماما. Pero vamos a darle una continuidad a este trabajo que estamos haciendo hoy. لكن نستمر في شغلنا لفتره الاعداد. Buscando otras cosas, ¿no? Buscando otras cosas. ونبحث عن اشياء اخرى. هل مستر مارتن لساتي راضي عن المعسكر، سعيد باللاعبين، سعيد بالجرعات التدريبيه المكثفه وشايف ان اللعيبه قد ايه تعبانه، اللعيبه مجهده، اللعيبه ايديها في ايدين بعض وكل واحد عايز يثبت لمستر مارتن لساتي ان هو افضل واحد موجود في مركزه؟ هل مستر مارتن لساتي سعيد بالروح اللي موجوده، سعيد بالاصرار اللي موجود في اللعيبه وده نفسيا وعلى مستوى شخصه مبسوط وشايف ان اللعيبه فعلا كلها عندها هدف واحد وروح واحده وان الماتشين اللي جايين دول فعلا لا بديل عنهم الا الفوز؟ Están trabajando muy bien. No sé cuál es el puntaje que se usa en Egipto, pero yo diría 10. انا مش عارف النقاط اللي بيدوها عاده. Están trabajando muy bien. انا بديلهم 10 على 10 او 100 كمان. Y bueno, y la verdad que ese es el aspecto de trabajo. ده بالنسبه للشغل عامه. Y el aspecto de la conjunción de la gente también. والفكره الجماعيه وتآلف الفريق. Un grupo unido. Grupo unido. ده مهم جدا. Un grupo fuerte. ده مجموعه. Un grupo que esté por encima de las cosas que el fútbol habitualmente tiene. ده لازم يكون فريق يكون قوي ومتماسك ومتجانس ويكون اعلى من اي حاجه بتحصل في الكوره. Y este periodo aquí nos está ayudando a eso. والمرحله دي ومنطقه والمعسكر بتاعنا بيساعدنا على ده ان احنا نوصل للنقطه دي. انا سالته على رباعي منتخب مصر اللي كان موجود، عايز اخرج من النادي الاهلي واساله على المنتخب المصري بشكل عام. هو قابل مستر اجاري قبل كده وهو راجل يعني مدير فني عالمي وراجل ضرب في ريال سوسيداد، ضرب في احسن الانديه الموجوده في اوروبا وفي الجوي، وفي نفس الوقت هو عارف مستر اجاري كويس وهو كان موجود معاه في الدوري الاسباني، وبالتالي عايز اعرف راي مستر مارتن لساتي في مستوى منتخب مصر في الاربع لقاءات اللي واجههم في بطوله الامم الافريقيه. Bueno, lamentablemente no pudo superar el escollo de esa fase que le tocó jugar. للأسف إن هو ما قدرش يتأهل في الفترة دي. Evidentemente cuando uno juega de local
عادة لما واحد بيلعب في 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 بلده. La ilusión siempre es estar en la final o ganarla, ¿no? بيكون أمل الجميع إن هو يوصل للنهائي. No me siento cómodo diciendo mucho más. No me parece ético hablar de un colega. ما بشعرش براحة وأنا بتكلم في الموضوع ده. Es una tarea para periodistas, no para mí. ده شغل صحافة مش شغل أنا. لكن أنا ما بشعرش براحة وأنا بتكلم على زميل ليا. طيب يعني كنا نتكلم على لعيب النادي الأهلي بالنسبة لمسميات النصراتي، مين من اللعيبة أو مين أكثر اللعيبة اللي ممكن يعني بيضحكوا مسميات النصراتي أو في هزار وفي لغة هزار ما بينه وما بينهم؟ أي muchos hay muchos que son divertidos منهم كتير ظراف جدا. Hay cosas que hace yo que sea رمضان a veces. مثلاً حاجات اللي بيعملها رمضان. Con una bicicleta ahí que se cayeron ahí con. بيجي بالعجلة هو وجمعة. Sí, estuvo muy divertido. ووقعوا من العجلة. Y en los entrenamientos también, Fati también, Ahmed Fati también es muy divertido. في التدريبات أحمد فتحي برضو ظريف جدا. Recuerdo Saad Samir, por ejemplo. وكان سعد سمير طبعاً ورامي. Son muy divertidos también. كلهم. Solo cada uno tiene su personalidad, ¿no? كل واحد ليه شخصيته. Otros son muy serios para trabajar. في منهم الجد جدا في شغلهم. Muy ordenados. ويكونوا منظمين جدا. Es un grupo bastante heterogéneo en eso, en ese aspecto. ده في تنوع عدد. Junior es divertido también. Junior ظريف جدا. Bueno, en fin. مين من اللعيبه اللي ممكن مسميات النصراتي في الاول ما كانش مبسوط بيها لكن مع الوقت وبالتدريبات غير رايه، بدا ان هو يكون فكره جديده عنه وبدا ان هو يعني يعتمد عليه خلال مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري او في الماتشات بشكل عام؟ No, más que no me hacía contento, por ejemplo, cuando nosotros llegamos. لا مش ان هو ما خلانيش سعيد، لكن كانوا اثنين لاعبين مش موجودين، رامي ونجيب ما كانوش موجودين. كانوا الاثنين مصابين. رامي creo que llevaba un año sin jugar. وكان رامي حوالي سنة ما لعبش. Entonces ahora verlos entrenar. لكن لما بشوفهم دلوقتي بيتدربوا وبيجهزوا. A mí me llena de orgullo, me ilusiona mucho por ellos, ¿no? ده بيديني أريحية ورضا عني. عايز اعرف راي مسميات النصراتي ايضا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وفي اللعيبه اللي دايما بيكونوا موجودين متصاعدين مع الفريق الاول، وهل شايف ان قطاع الناشئين في الاهلي في لعيبه تقدر ان هي تقود المسيره في المستقبل، وان ممكن القوه الشرائيه في النادي الاهلي او النادي الاهلي ممكن يستعين او يشتري لعيبه ممكن تقل، ولا قطاع الناشئين هو شايفه بصوره عامله ازاي؟ بيقولوا trabajando. يقول لك دايما بالشغل عادة preparándolos لازم نجهزهم dando información نديهم que aprendan de los mayores ويتعلموا من الكبار para Mohamed y para Arabi este periodo es muy importante مثلا بالنسبة لعربي ومحمد اللي احنا ضمنهم ver todos los días a sus compañeros cómo trabajan cómo entrenan cómo se cuidan وازاي يحافظوا على نفسهم cómo representan al club وازاي يمثلوا النادي نفسه jugando في الملعب y en la calle وفي الشارع tuvieron una tarde libre هما هنا كان ليهم مثلا يوم حر que su comportamiento fuera adecuado ويكون دايما سلوكهم مناسب están cumpliendo muy bien yo estoy muy contento con ellos انا كنت سعيد جدا بيهم pero está preguntando si en el futuro el sector de los jóvenes podrá apoyar el Ahli eso no lo sé ده لسه مش عارف eso depende de ellos ده بيعتمد عليهم yo les voy a dar las herramientas انا بديهم para tratar de que crezcan الوسائل والمعلومات عشان خاطر ينمو esperemos que así sea اتمنى ان ده يحصل. جمهور النادي الاهلي بالنسبه لمستر مارتن النصراتي اكيد هو اتعامل معاه، شافه في لقاءات الافريقيه اللي كان بيتم السماح للوجود الجمهور، علاقه مستر مارتن النصراتي وجمهور النادي الاهلي في ظل عدم وجود ماتشات في بطوله الدوري بدون جمهور، هل مستر مارتن شايف ان عوده جمهور النادي الاهلي شيء مهم وانه لاعبي النادي الاهلي بيستمد قوتهم من وجود الجمهور؟ وهو شخصيا عايز اعرف علاقته بجمهور النادي الاهلي عامله ازاي؟ La verdad que el público, sí, bueno, la verdad que te sorprende gratamente. En todos lados donde uno va, alguien te pide una foto, te pide una firma, o te pide que lo saludes, o te dice que juegue tal jugador. Es lógico, es lógico, es así. Eso es el fútbol, pero es el fútbol. Pero bien, muy bien, la verdad que muy bien. Y sería muy importante y muy lindo que la gente pudiera volver al campo, ¿no? Yo ya lo he comentado muchas veces. Nosotros jugamos el último partido que nos tocó jugar, que empatamos. Y era un partido definitivo. Y entramos al campo.
frío. وكان ملعب بارد. vacío. تماماً. فاضي. había 30 personas كان, 33 كان فقط, personas. كان فقط 33. eso no es fútbol. 33 حاضرين. para eso mejor no jugar. O sea, ده كان شيء غريب. es una pena. ده شيء مؤلم جدا. yo no sé de seguridad y todo eso. انا ما بفهمش في حكاية التأمين. pero hay que buscar una solución. لكن مهم جدا إيجاد حل. el fútbol es de masas, de público. كرة القدم دي جماهيرية. es el deporte más popular. ده اللعبة الأكثر جماهيرية. un equipo como el Ali con tantos seguidores. وفريق مثل الأهلي زي الأهلي. no puede tener un estadio vacío. ما ينفعش يدخل ملعب ويلاقي فاضي كده. ojalá que eso se solucione. أتمنى إن ده يتحل. هل مستر مارتن شاف في وجود الجمهور في بطولات أفريقيا ان مستوى اللاعب بيفرق ولا في وجود جمهور او عدم وجود جمهور مستوى اللاعب واحد بالنسبه له؟ اكيد هو مدير فني وبيلاحظ الكلام ده. muchísimo sí muchísimo afecta a uno بيأثر على الواحد y afecta al rival ويأثر على المنافس كمان بيأثر claro, على فريقه claro وبيأثر على المنافس. en el Sudamérica siempre te dice que las hinchadas en la afición بيقول لك دايما الجماهير في es el jugador número 12 بنقول عليه هو اللاعب رقم 12 الجمهور هو اللاعب رقم 12 es así. اساله على يعني اخرج شويه من النادي الاهلي واروح على صفقه لاعب هو مرانه وكان ليه صولات وجولات معاه هو انطوان جريزمان. عايز اعرف رايه واختياره لنادي برشلونه. هل شايف ان برشلونه هو النادي المناسب لانطوان جريزمان ولا بقاؤه في اتلتيكو مدريد كان افضل؟ كيرز اتلتيكو مدريد ان ال año pasado ya tuvo para irse. هو السنه اللي فاتت كان ممكن يروح لبرشلونه. él decidió quedarse. لكن هو قرر ان هو يقعد. pero este año no fue un buen año para el Atlético Madrid. لكن السنة دي كان عام سيء بالنسبة لأتلتيكو مدريد. y tampoco fue un buen año para el Barça al final. وفي الآخر برضو كان عام سيء بالنسبة للبارسا. yo creo que la personalidad de Antoine lo puede ayudar. es un buen momento para cambiar. ده كان وقت جيد جدا للتغيير بالنسبة له. está bien rodeado, va a tener jugadores fantásticos alrededor. حاليا هيكون حواليه لعيبة مميزين. yo creo que le va a ir muy bien. ده أكيد هيكون حاجة مميزة وحاجة جيدة ليه. عايز مستر مارتن لسوات يحكي الجمهور الاهلي عن العلاقه او ازاي اكتشف او ازاي كان موجود واثنين من نجوم العالم كانوا تحت قيادته انطوان جريزمان ولويس سواريز. نحكي الجمهور الاهلي No, eso es difícil, no. A ver, en los dos casos fueron jugadores de... En el caso de Suárez, un jugador que subió al primer equipo. Y bueno, poquito a poco fue trabajando. Estoy hablando de 6 meses, una cosa así. Hasta que le dimos la oportunidad. Y explotó. واستغل الفرصه hizo, creo que hizo 16 18 goles ودخل حوالي 18 هدف y fue transferido a Holanda وبعد كده انتقل الى هولندا. en el caso de Griezmann وفي حال nos faltaba un jugador en la pretemporada nos faltaba uno في حال جريزمان كان ناقص لنا في فتره الاعداد لاعب nos lo enviaron a él بعتوا لنا yo no lo conocía انا ما كنتش عارفه pero apenas lo vi me encantó لكن اول ما شفته عجبني جدا y le dije al gerente deportivo al director deportivo عشان كده انا قلت للمدير que se iba a quedar para disputar el campeonato con nosotros ان هو هيفضل معانا للبطوله hizo un gran campeonato esa vez ese año عمل بطوله جيده جدا bueno de ahí para arriba en los dos casos gran personalidad هو شخصيه جيده جدا espíritu ganador وروح فائز دايما y tenían claros sus objetivos وكان اهدافهم واضحه. A mí Suárez con 18 años. Suárez وعنده 18 سنة. Me decía que iba a jugar en el Barcelona. كان بيقول لي إن هو هيلعب في البرشلونة. Y Antoine. وأنطوان جريزمان. Me dijo muchas veces. قال لي كتير جدا. Que él iba a jugar de delantero. إن هو هيلعب سترايكر. En la selección mayor francesa. في المنتخب الفرنسي. هل بعد ما منتخب فرنسا فاز ببطولة كأس العالم أو هل بعد ما أي حدث مهم بيحصل لأنطوان جريزمان أو لويس سواريز هل في حد منهم بيتواصل مع مستر لساتي بما أنه هو واحد من اللي ليهم فضل عليه ولا الموضوع اتقطع وما بقاش فيه لغة تواصل ما بين المستر مارتن وأنطوان جريزمان ولويس سواريز نجم نادي برشلونة ونجم أيضا نادي برشلونة حاليا؟ A ver, bueno, el contacto lógicamente no es continuo. أكيد الاتصال حاليا بيهم ما بيبقاش متواصل.
son padres de familia. كل واحد بيكون ليه حياته الخاصة، ليهم عائلاتهم وأولادهم. Tienen una carrera impresionante por delante. وليهم طريقهم وحياتهم الخاصة. Pero cada vez que he necesitado alguna cosa o he querido mandarles un mensaje de apoyo por algún momento. في حالات أنا كنت ببعت لهم رسائل دعم. Me han contestado, me han respondido muy bien. بنتجاوب مع بعض وبيردوا عليا. Antoine, la última vez que hablé con él. Antoine, آخر مرة كلمته. Fue en diciembre pasado. كان في شهر يناير. Porque él fue a la boda de Diego Godín, el uruguayo que juega en Atlético Madrid. كان في فرح Diego. Se casaba en Montevideo, en Uruguay. هو تزوج في مونتفيديو في أوروغواي. Y bueno, y nada, lo saludé porque yo ya me venía para aquí. وسلمت عليه لأني كنت جاي على. Y bueno, Antoine me dijo, bueno, ya nos veremos otra vez. وأنتوان اتفقنا إن إحنا نتقابل مرة تانية. مستر مارتن، علشان يعني ما طولش عليك وما طولش على السادة المشاهدين، عايز اسمع من حضرتك كلمة تقولها لجمهور النادي الاهلي، بما ان احنا مقبلين على ماتشين مهمين جدا، ماتشين صعبين جدا هيحسموا بطولة غالية، بطولة مهمة، سواء لحضرتك او سواء لجمهور النادي الاهلي، فتقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ Bueno, simplemente agradecerles a toda la gente. انا بشكر جمهور الاهلي. El apoyo. كل الدعم. Los deseos. والاماني. Sobre todo en los momentos delicados, momentos malos. خاصة في الاوقات الصعبة اللي احنا مرينا بيها. Y bueno, que vamos a hacer todo lo posible. احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه. Que vamos a entregar todo lo que tenemos. احنا هنقدم كل اللي نقدر عليه. Para conseguir el objetivo que todos queremos. عشان نوصل للاهداف اللي احنا عاوزينها. Que terminar esto y levantar la copa. ونرفع مع بعض الكاس ان شاء الله. Y bueno, después vendrá la próxima temporada. وهتيجي السيزون الجديد. Y lógicamente tenemos los objetivos más altos. وهيكون اهدافنا اعلى من كده دايما. Pero primero lo primero. لكن دايما بنفكر في الأولوية اللي هو الدوري ان شاء الله. أشكرك مستر مارتن لصاتي على وجود حضرتك معايا في قناة الأهلي. Thank you so much. وكل التوفيق لحضرتك ولفريق النادي الأهلي في الفترة المقبلة وفي بطولة الدوري. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله دايما نشوفكم في حوارات حصرية على قناة الأهلي من معسكر فريق النادي الأهلي في أسبانيا. شكرا.